الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، صهيب الرومي: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. بيعاجي واو ربحي أبو يحيى النبي قال هذا الكايري قورت ويري اي مناسبة وكيري وانو يمن دونا سحابي قنو سحابي سدحي لباتنات سلسلتي تحناها أهيد أنو كجهد ليني تاريخ ذا هؤلاء الأجلاء ما أنت وحى أن الله نولان ضلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. صهيب الرومي، صهيب الرومي، ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيب الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرته. واكي روح النقل نقمي للمسلمين يعني قرنين عدة وشهيب ويهيب أما با وحون أخبار تيسا يعني يرو سيرة دي سحتاء أنا قف كسو النقل نقمي دي مركا ويراتو مقع شهيب دقيه إنه كسو دعاي ور انتو دونا هلأ كاذانا ونكهن شهيب تاريخ ديسا. ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، لكن إن فربضنا ضدك كمي وحان يقون إن صهيب نسبضا وطاء الرومي وحقا لا سفين يأمل الله نسبين الرومان كإنه سن رومي أهين، وإنما كان عربيا خالصا نميري الأبي تميمي الأم. لكن هنن عرب أه عرب رنتي بار احترن وأبيه نميري أها وكسر جيد رب النمير ويدين التميميات أهيد وكسر جيد رب التميم. لكن نسبدا يضع أه هلك يكسر الرعضي ونبح الدون نبي الله سبحانه وتعالى مركأ شيخ أولي هاي إن فربضان إنك نجمي به مؤغا رعيب صهيب إنو أها عرب يعني أهين رومي وسيدة أيتهاي محاضر كي ساحتا ضد فربضان مؤرخين أما علماء ومركا يترجميان خلط كي كل عام وتلمامي أنه هل كاي رومي كسو جيري لكن ماها. والانتساب صهيب إلى الرومي قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره. إن صهيب لو نسبة الله أنا يحقق يروم قصة أي جرتة وحصوص التاريخ أي وليسي كتبتنا أي ورينيس. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان انت النبي قال صوص صارين لواتن سنة قهر كان يتولى الأبلة سنان من المالكين النميرين. ما يشال غمق عبا الأبلة ويضعه مجال آد يد قديم وآه تاريخيا حضارة هامبا وإذا مقالده طبعا مقالوين كويس عنان وحي سود درقيسة وحي نحقة شيء بصرة مركا هذا أبولة مقع لما استعمال بصرة كم تاعي مقالوين كي أسكت درقة وإيش عنا وإيش لقة معانا كين كثافة سكاني مركا دانستي وجرو دوتكو أي بطان بيساسو مقالو يسول لحقة لها مركا الأبولة وقيب بصرة كم إذا البصرة ما أنت مركز الأشياء أبولونا قيب بكم تاه دق مي ما لهم بين الخمس وها بارس أبك أهم ملي سنان ابن مالك النميري من لقو مقعابه من قبل كسرى ملكي الفرس. وهنا مركز بارس أبوها بقر كي فارس أما بيرشيا كسرى لديه جري أيها الكأوف به. وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره ودعاه صهيبا. إن كان مركب معيشا مع ملايين إلمه سوف يقول جعل ويل يرى شن جرأه أو بحي صهيب ألقى مركب حفاه ميسا صهيب حاد علي سنان بن مالك أنه ميري إنه نعرب أها أبيه وأركيسا أبيه إنه بارسا بها وأركيسا إن بقر كي بيشيا أما با لغو مقعب جري كيسران إنو هالكا أوفا ديو يكو صوب بحضي
inuu ahaa wiil aad iyo aad loo jecel yahay aabihii, oo runtii si gaar ah u jeclaa inay tahana way noo soo baxday. Kaana Suhaybun azhara alwajhi ahmara alshacr, wuxuu ahaa nin aad iyo aad u cad, tintiisuna ay guduud ama casaan ay xigto. Mutadafiq annashaati dha caynayni tattaqidani fatinata wanajba wanajaaba, wuxuu ahaa ilmo yaro aad iyo aad u firfircoon, oo indhihiisa marka aad saa indhahu la raacdo ay kaaga muuqanayso dhug iyo fahmad, yani intelligence, iyo hadday noqon lahayd caqli, iyo yani ilmuhuna way kala firfircoon yihiin. Yani wuxuu ahaa mid aad iyo aad u firfircoon oo nashiid ah oo nashit ah, waxaana markaaga muuqanaysa markaad aragtidba inuu ahaa fatina dhug iyo wanajaaba iyo fahmad fara badan. Wakaana ila dalika mimraxan cadba ruuxi yudkhilu asuruur cala qalbi abiihi wayntazicu minhu humuuma almulki intizaca, taa kale waxaa u heliyey inuu ahaa mid isagu maaragtay aad iyo aad u nashiida oo ruuxdiisu ay macdahay, aabihii farax geliya, gaar ahaan marka odaga uu kusoo daalo oo humuumta iyo maamulka noocan ma uu kusoo mashquulin. Odaygu waa oday madaxa, baara saaba maalintii oo dhanba dad iibuu kala saaraya, xafiis buu fadhiya, waxbuu kala hagayay. Markuu soo daale, markuu guriga yimaado, ka yar ee mar walba dhan loo ordaya ayaa ka farxin jiray. Marka yantazicu minhu humuuma almulki, maamulka iyo boqortooyada odayga maamulka uu ka yahay, humuumteeda waxaa ka siibi jiray wiilka kan intizaacan, yani bimacnaa nafis buu marka dareemi jiray. Badanaa qofka marka hawshu ay ka badato amaba si uun stress u noqdo oo afarta gees iga timaado, wuxuu u baahan yahay dadka qaarkii culays bay kusii noqdaan, dadna runtii uu ku farxaa markay u sheekeeyaan oo noocan ma dareemayo shaqadii culayskeeda, waxayna ku xiran tahay gurigiisu marka u diyaarsan yahay. Madad umu Suhaybin maa ibniha alsagiri wa taifati min xashamiha wa khadamiha ila qaryat الثني من أرض العلاق العراق طلب للراحة والاستجمام. سهيب هو يدي أم سهيب وحيك حيث كيدي يا رائع شنجرك أها يدعي وهليان خدم يشقاله أشقين إلا وقولي مرح مركة الحشم والخدم وأسكو معنا وشقالها the servants كأشقين هو شو تاجم ويك حيث لا تكتي ما لكم مقعبة الثني أو لك عراق كامل. لكن مركا كان سفر كماهن سفر ماركتي سيكا لك صرف كوحو سفر أها للراحة والاستجمام، راحة إن لسو راحة يستو والاستجمام ريلاكسيشن إن لسمي وقفكو مركا وصون في سوء حوغا إن تد حوالا لها وإسكار لقان وجيب كودو بوحو كان السوء جيدا رهر إسكار لقان ودريمي كرتا تورسي إلا قبي حما هلك هلا هذا هلك هلا وصون في سوء وقتيا سمك هلك هلا هذا أوليه بي مركا قليم. iyagoo meesha jooga oo dalxiiska u baxay, fa agaarat cala alqaryati sariyatun min saraaya jeyshi ruum, magaaladii ama tuuladii ay tageen oo ay halkaa fasax ugu baxeen ayaa weerar waxaa kusoo qaaday ciidan romaana, yani bimacnaa sariyadaas marka waxay dooyo ka mida dooyooyinkii markaa roondeynayay ee wareegayay eriyada oy nimanka romaanka lahaayeen baa weerar kusoo qaaday. faqatala alxuraasa, waxa alle wixii gaarkahayaal oo dhan iyo waardiye ahaanna waa ilaayeen. wanahabat amwaalaha, xoolihiina waa ay dhaceen. waasarad daraariiha, waxa alle wixii ciyaalah iyo dumara oo meelaha joogana waa ay qafaasheen, waa ay taxateen, waa la tageen. fakaana fii jumlati man asaratum Suhaybun, dadka markaa gacanta ay ku dhigeen ciidankaa dadka ay gacanta ku dhigeen ciyaalkii ay qabsadeen oo ay taxaabteen waxaa ku jiray Suhayb yaraha ku jiray oo markaa shan jira. cadowga markuu ka adkaado markaasuu doonu kaa yeelaya. marka biica Suhaybun fi aswaaqi ar-raqiiqi bilaad ar-Ruum, ninkii Suhayb ahaa baba la biciyay, ba adoon buu isku bedelay, waana dhaqan carbeed oo markaa jiray, ama dhaqan carbeed oo xataa Ruumaankuba ay lahaayeen dhaqan faarisi, cidda laga adkaada la adoomaysan jiray ama la adoonsan jiray. suuq marka lagu magacaabo suuq ar-raqiiq oo addoommada lagu kala beeciyo, halkaa ayaa wiilkii lagu beeciyo. wajacala tatadaawaluhu alaydi fayantaqilu min khidmati sayidin ilaa khidmati sayidin aakhar, kadib waxay noqotay in la isku badbedelo oo
مربى نمبو مركا وحو النقضة سيد يعني نمبو يا سيد النقضة مربى نمبا سيد النقضة مرنا كم با يبسدا ويسكسي بيعيا غريان بو هوغد با ويسكسي بيعيا دا سيد الابتي وكالا لو استعمار مركا كم شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم أرنكيس كما أنو الدونين كمانانو الضوماء ويوغو مركا لغو هيستي بوحيي بالاسكا نمانك رومانك إليهن أما دول كودبا يعني ماها وسهيب وام شخص واحد لكن انت سوي حاجرة كن أوقف وصيدا صوكال الله صوب بابي ما يلها مركا لكين. طبعا مسألة الرق مركز صلى الله الشيخ الدوميشي مركز الشيخ يربل هدان افتيون انك صلى الله رجال ام صامر لي لقن كان سليبري سيستم كو انت انو اسلام كي ايمانين وجري جري هو اها كاستم او اودي سلا سيستم جرى ايو اها او كجرى ودمضى عربتا يقولك عربتا كجرى وهنا ها وقت بري اسلامي هيستوري انت اللي جاري انكهر ارنج التيحي. طبعا اسلام كمركو يميد اسلام كفع الدين انا اقول بني ادم كان اي اضان لون نقضى بني ادم يو كلام وحا اضان لون نقضى اله سبحانه وتعالى كلي لكن انو قف بني ادم قف كلا اضان لون نقضى دين تو مقبت لكن اسلام ك مر كليه عكت موذ مرين كرين لقن كان أولدي آه أنت سجري سجرين كآه سويال كآه سجري مالون كما تخلص كرو خمرة بيسوم مرن بروسيس دايرة وصدح مرحلة وصوم صمر إلا آخر مرحلة وعائشة إلي رضي الله عنها في حديث البخاري هدي آيادي ورس سودك تلبيه إلى خمرة وحرام بتروحي لها كتج من النار لكن وحال الله شيء يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لا ولا تقربوا الصلاة وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى آخر كلا يكسر الدكتور فاجتنبوا صلاة هذا إسلام كمركو ورد قال مو سليفري سيستم كان نظام الرق اللي هو مجاعة الدوميسي عربي كجري وإنه جراديوال بيس بروسيس وصامر ترتيب مركل اللي لقته كمان رفان كرم مركل رسمي مرك إسلام رسمي وفي قلب قال واحد اللي واحد حراني سا الدون حرام قفكي ديل قال الضان حرين ديل كان مكان الضان حرين يعني حرين تعمل حاجه انت مركه انت ترتيب ذات الله حرين ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي مركه وسي جوجي لها الجزيره العربي وحكم مهرتين ولذلك المسلمين توحى للعمل كانوا خير بضان لقبتوها من حي ان الضان الحرين ودارتي دارتي بعد مركه فولين ويدي بعد كجرت معركتي هولها سوكلها سوكلي قف ببر رمضان إذا الوجرة أيو قال ماضي بيشان وكلا وحال ليها من لحنا مسكين قود أما وقضان حراء الله بلاد حرير بمعنى ويحو حلقة دي جاي قلد والبقفك وقلو جواب أما جزاو حلقة دي قفك إنو حراء تامر كم حين موجين إيسا إسلام كمارك هدي وجيدي يسو أي تحيب إنو ضدك قضان ميسو حلقة سي هايست لكن إسلام كو حب أن قفك إلهي قضان أنو قنوايا إن تدقال لغو قادة لغا أتكادو إنو بني آدم إسوه كلا أدون نوض إساقا تلقى إسليهو هدي إنتو سا مركا لغو أدون بيستو أو إلهي سبحانه وتعالى إسو ديبن إلهي مركا وحرين إلهي سبحانه وتعالى أنا فولي هل حرين وحكولو زيادة تدوك تهين بلاغ أمريكا نسك اللي سو قادو لقي حقا أمريكا وحوت الماما يا أحد الكتاب مرو السباعي كتاب كيسة حولي هاي مر بي قوان قاتين وحلن إلا حرين فلسيد داي بحر كده من إنك كان أضان كأه كابر عن كابر أبك أب لسوء الدومي سنجري إحرفات جار أنا نقول مجال السوء قليل لها أنا لهين وحين نقطتي إني هل مر صوت الله بتين ويدا هالمال أن أدنى ملا هنا نقول عليه ما يشيني هنا لا أضان مست طف كان مرك أب لا دهما كحرينا وإن الدياريسا إسلام كمرك ودياريني فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا مكاتب القليل كونتراكت لقلا هاي سفرته ما لم انتهى كانوا يعني بمعنى اسلامكم مركو حب مره سيد ترتيب ترتيبه اي عددكم مركو اللي حريني اسلامكم مرنا ما قبل بني ادم انه بني ادم اضام بيشت بل ولا دقالما انك بدن انت ما عرفت حضاره اما قانون ولا دقالما القران كان وكم مقتا هي نصوص النبي صلى الله عليه وسلم انفسها عند اهلها عتق رقبه عتق رقبه القران كان مركو بدنت تامركو حموجنس اسلامك انه يهي دين كسو هرجيده
رقيق ام سليبر كسن مرك هبك اورينتاليس يقول لي انا مع دعوه الاسلام يقول لي انا فوكس كبيره ده اساره يعني دقن هري او جري او اسلامك مرك دول يمد اين اهيد اسلامك مرك انه مرك او كتخلص لكن سي ترتيبه هو تخلصه كي انت لا سو قاد انك دش الى ان لا صار ان يراهد مسلمين انت وحي قوان الا دينته ما قبطه انت وحي قبطه مرك ان مرك لا لا دغلم حتى ددك وحا دوماي سو رومانكي لما كان حتى يوروبيان كان هلكي كسو جيدان مرك دقن عرباد او جرو جاهلي اه هوراي او جرو امدو مرك كلا ادكادان او قلو مرك نوع نوع ما لا ادكادو لا ادوماي سيستم جرو اه ما سيستم كان سيستم اسلام مرك رال كيما مرك غدبا انت ما عرفت اسم بالراحه وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي فرح دي أولوك هدنا أودغي أي نقطة إن هالك هالغو أدوميسو أرنكا وحا وفرصة أما أرنتا سوحي فرصة سيسينيكي صهيب أها إنو أدسو أعماق المجتمع الرومي بلشاد الرومان كأه إن مركا عمقي جيدة دبث إنو السيدة أي تهي أبرطو أي نقطة وما هقفك مركو مالاها نقال كل شو لقدي وبرتو وهن سيستم كي يوضن كي يدد كي يفكر كذا يقان نيجان مركا هالكاسو مركا كبر باري سهيب مركا وحن نقضي نين يعني بقول كي بقر رومية وهالكا تاجل وأن يقف عليه من داخله وهو كاري مركا إن داخل كي سيستاجه وبمعنى ودول استاجه بلشدا سيفكر يسي روم جاء وحا يكون فكريان تاريخ ذا وحا يتهي محو كالتر كودي هاي محي جعيله محي ديدان عدو عدو تنمى ذلك وهيان يوسيز يجعلهم والنوع يكلدون فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات وهو أركي ودول استاجم وحا إسبير سبي قريها إدقينه نمنك الرومان كأه أما بقى إدقينه ذلك بقرارة مالها إدقين بالاس سكودا أو الرذائل وحا لوحي فول حماء إي وحا لوحي ذلك هلاجة يعني بمعنى يعشش حلقة قوضا عشش وبولك شبرتو اي سميست عشب لو ما قال نت كاوي مركو عشش وحا اسدول فولي او رذيله اه او وسخ اه اي فول حما اه او ربي ان لغا فغادا تيبو دول استاغي وسمع باذنيه ما يرتكب فيها من من المظالم والمآثم وهو كلو دغيسه كو مقلي دولن كلا كلا غلو اي دنبيه لا غلو فكره ذلك المجتمع وازدراه مجتمع مركو نحو نعيسي ان عادي اهين إلا أمك وكل ليدة وحقره بمعنى نلشي رومان كأولدنا ويدي نلش أبو أقبلي وهي قد أكت يقفك مركة وكرها أما وكل الشام وكل بربارة مال رنتي دين تيسا رنتي دي ديسا أما دين تيسا أنو كبرا سكرين كرين أما أنو كم كل نقوم كن قف مسلم إلهي كل حرام متمع ودنبو نعيا وحي ودنبا كهر إماني كالتر كيو دي دي دات كيو دي دي وحي ودنبا نولد دميني إلا مركة دبو يدوى كتكياب سهيب مركة وحالة سو قدبونات حالة سيدا سوى كلاو وحو اسكت لحركي ددكا اي سيستم كود اي سيدا يقول بيان وكان يقول في نفسه مركة سو سيده جري إن مجتمعا كهذا لا يطهره إلا الطوفان بلسة سيدا نوى كلاو ولقد نظيف من نقول نفسه إن إله الطوفان وكان من يقل لما لقطة لمر يعني ولقي مركة وحو قبي أما با أي أمين سنة قناعة إن بلسة رومان كا يدقن كيدا آدي أدوفو الحن ظلمك هي دمبيك هي معاصدة يقول لك فقان شها يسوق الجراي إن لقت إن لمريم وين أمد إن جري كرت إن عني هاي إن تابا مركب على أحسنك وعلى الرغم من أن صهيب قد نشأ في بلاد الروم وشاب على أرضها وبين أهلها يضو أي تهي إن صهيب وكبر بار لوكا رومكا وقلو كذا يدك كذا أولا نولا ولع وعلى الرغم من أنه نسي العربية أو كاد أن ينساها يضو هذا اللغة العربية أوها المامة أمو كسكت إنوها المامة فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء لكن ولي مسكح كما ينبهن إنه من عربي هاي ونكسر جيدة لكاس صحراها ولم تفطر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتجر أو يتحرر فيه من عبوديته بمعنى ولينا مالنا كما ينقعين إنه إيمان دونه مالك وكحروب دونه الدون مداص ويلحق ببني قومه تلكيس إرهركيس هلك عربة جوكتان إنو هليل الدون مالين أمويد ديشاني وقد زادوا حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه وحا هلوغا أوهي إجعيلك أوهي ودلوك عرباد وحا كلو أسي كردي أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى من كمد علماء النصارى ويقول لسيد من أسياده أو كله
من سيدكيسا كم كويري لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم وهم مغلنين عالمة وعالم ديني ذا ونصراني مسيحي أوله وحال سوق قال وقتي يا سوق دوادي ومكة جزيرة العرب وكسب بحي لها النبي أرمين دون النبي عيسى ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ده كان يقول الرضا مقديرة كسار الدون ونور كإيمان كتوحيد كأسار الدون طانا مركة وحي كانت هدانا إنه آجد موسى ينقل تاك هالكا إنه الطبق يعني السبب اللي أصل كاغو هالكا سكسو الجيدة هدانا أم مغلي هالك عزي شرفته أي هان دونت إنه نقن دونت نور كأي إيه أذي الرديء وياشي كسو الجيدان طانا رنتي وحي سيكر لسي هلا وقا إيو وقبه يجعلك وقبه لوك مركة أقيم انت هنا ماشي مركة دافن نقطة إذا هدان إذا دول استاغنو صهيب مركة آن كونتكست كأن كلا صارنو أو أن دهنو مثلا عبودية حق إيدك إن لا أضم إيش حق إيدك لكن أن كسو قاتك ليا قيبت إلا والله بقيبوت قيبت إنه كسو بربارة لولا نوكي ساهم دادان دكي ساهم سيستم ودي الدنيا هاي ونعي وتفي وأن أقبلي كريم مرهد لنكا مكان كسو قاضنو وانتي واحد مودا إن أصفين يو كوير أو هالكا كان كل شيء مالها أن جوجنو أو رجل باتكا أو كسو كوري نوعا ما كوي نادي سيدي حد لو ليه نيكا ليه صهيب لغة عربية و هالماما و كوسكتين و هالماما و كون اف صومالي و هالماما و لغة دي هوي و هالماما اما يضا جبل مركا و صوت تورو لكن ويدي عكرتا مرخوف كنا كنت مال حالة سيدا صوكلا و مركا و كوي مادو لوح لغو مقا عابو ان كالترال ان كونفليكت انو قلال لغي عابا و مرنا ايدنتيتي ما هل كان بو اسكوسي فيا محقو اسكوسي فيا حالة باكو اما كرت لكن مده صهيب وكذا دونا قف كمالها نكون ببارة وحاهاي سهيب ويكو قف الليل إنو كي من حقاس إنو عرب وكي وحا مرة ببا كده حقو حي شاكاة إنو مالن وكبح دون حالة دو كجيرو مرة ببا بيحو كحرنا حقا هل كان مركا وحا درسي واه قف كمالها نكو كري ورتوا إن هذا إن كنا هل كانت كتيمي إن هذا أفريكا كتيمي إن هذا وضن ما عرفتي إسلام عاد كتيمي بلشة مسلمين عاد كتيمي أما فقر يضو ها هايو أما الضيال يوحو دونا وماركا هبر بريو قف قرت إنو كو حرانتا إنو مال إنو كيم لر مهم يدو مدى كلا سيستم والب كسو هر دي دين تادانا رنتي قف إنو محبا يسيما ولذلك ووحا كان ويسوهيب إنت كليا ما أنت رقني ماذا رنتي كور ريبتي أما على الأقل أجار سي سهارك وقار دون وحكا لما هين وهو فهم سنة سيستم كماركا وكوجي لكن هدا النقطة قف ما أركتي مقالك صوماليكا لكن داخل كوحكة لك او هاد ويرك صومالي نهر تاغن صفت ويرك وحكة لك بوحان او اسو اركا انو بما عرتي خلاص مالك لأو قلي قفك مركب حين نقان يسا روت اهان انو اساق دم او قعوه وصن شقاق قيان لهالك او كويمد اي دي او كيمد اي دين كو مركب او حريرك او لالها اي بلسد او كسو جيد وانا وحكة انا قفك مركب دادكو انو قادو اما او سوق او قلو اما اخر كو قدن بي والي وحن لو فدين ولذلك قفك انو اقادو ويهالك او كيمد عزي شرفنا والضريبة من حيال إله سبحانه وتعالى وصوش إشارة قيبية انت كدو ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسيادي فرصة دي أي أتمت والله سوف تقلي نكي صهيبها وكبح صدي لأنك مكة الدومي سني ويمم وجه شطر مكة أم القرى وموئل العرب مركة صوح أبار حق أي مكة أم القرى ماشي عرب إذا جنتهي ومبعث النبي المرتقب هلك القصو صار دون النبي مركا لسوغي ولما القى عصاه فيها مركو هلك ودقيب لغدا عربي روح اللي هذا القى عصا فلان عصاه اي نزل ودقيب مركو هلك كسوغ ناضي اطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنه لسانه وحمره شعره ضد يا مركو حي وبحيان اي قلنا انا يسان او كفارين ان اللي يراهو صهيب الرومي مركا الاركي حوغا لقديسة عربي قوجة جبان وفي نفس الوقت إيوه تنتي سوا ومركة أدمودد إني أدمودد إني تهتين مركة إيوه مبا نوعا عسان حيجين أما قدد حيجين إني تهيب مركة مقال كعربان وكدو ناسي مركة الله إيوه وفي نفس الوقت لقدي عربي قنا سيتا ومهلي حالي من 5 سنوات شنجير إسوا إلا دادا وكسو قارا يوحو قلن ولا ذاتك إيرومانكا وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدحان عبد الله بن جدعان وحا حليف لن نقضي حليف كا سيستم كوا سيستم عباد الجري حلوفا لغو مقعابا ضد مركا اسكاشان بوريسا و ديودو كوا ضد حيسو
oo ma aragtay qahraanka uu ka wada dhexeeyo, uu wada dego, isdhexgalo, intermarriage uu ka dhexeeyo, isguursado, xaliif wuxuu la noqday Cabdullaahi bin Jidcaan. Watafiqa yacmalu fi tijaara, markii wuxuu bilaabay inuu bic mushtarka marka ka shaqeeyo, nin activena wuu ahaa, saan soo tilmaanay. Qadarat fadarat calayhi alkhayr alwafir walmaal alkathiir, tijaarada uu galana waxay u keentay lacag aad iyo aad u tiro badan. Alkhayr alwafir, khayr tiro badan iyo maal tiro badan, xoolo badan buu helay. Waa nin nashaada, dhaqankii xagga rumaanka laga shaqeysan jirna wuu soo bartay, kii carabtana wuu yaqaan. Meeluu wadada kasoo marana ama kasoo garana wuu helay, Cabdullaahi bin Jidcaan baa u sahlay. Tijaarada buu galay Ilaahay subxaana wa tacaala hantii aad iyo aad u tiro badan buu siiyey. غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني صائت أيها الضانا نينك صهيبها تجارة ذا يحولها ترضى الضان أوهلي ما أين هالمانسين شاكدي هذا كهر أم مقلي ونينك عالم دينات كأها ونصراني كأها وكم مقلي ولي شاكيس ويكد حقو حيث وكوك فلنت فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة مركزته مانكيسة أي uu soo dhufto hadalkii ninka maalinkaa uu yidhi oo maskaxdiisu ay soo gasho, wuxuu isweydiinayay fii lahfa, isagoo shawq uu ku jiro, mataa yakunu dhalik, goormay dhici doontaa? Wamaa huwa ilaa qaliil xataa jaa'ahu jawaab, in yar ma kama soo wareegin, waa kan ninkii Suhayb ahaa jawaabta ay u timid. Fa fii dhaati yowmin, maalin maalmaha kamida, caada Suhaybun ilaa makkata min ixda rixlaatihi, makuu dib ugu laabtay isagoo markaa kasoo galay safaradii bic mushtarka u gelayay. فقيل له إن محمد بن عبد الله إن محمد بن عبد الله قد بعث مركز سبحة لويل نين لقمع محمد بن عبد الله أيا الله صوت صار رسوله فقام وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر وحنا ذاتك أويري إن إلهي الرميان كلي وحنا كبورين يا عدالة يا إحسانك وحنا كري يا حمي فحشي ولمد. فقال مركب خير أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ سؤال شعر وحاوته صهيب من كان صومع من كان دكت أبو ياران الأمين محمد الأمين صومع. فقيل له بلى هوا إساق. فقال وأين مكانه؟ الكود جوغا مركب لكن كيلي كلا. فقيل له مركب سوح دريس كي سوح وي في دار الأرقم ابن الأرقم عند الصفا. دار تلقو مقعابة الأرقم من الأرقم يضو كتال الصفا وعلى حد كمركب مرد أدان صفا مروة marka daarta ibn arqam ibn arqam halka uu sacyigu ka bilowdo dhankaasi marka iyadu xigtay haddana dabcan weli aathaarteeda raadkeeda dadka dhulka yaqaanay weli dadka u tilmaam weli meesha ay ku taal waa la helay ila alaan. Daartaas waxaa ahayd daartii rugta u ahayd saxaabata rasuulilahi sala alay wasalam iyagoo fara ku tiris marxaladii ashuunka adduunka ahayd ee layska ilaalinayay in dacwada iyo baaqa diineed dibadda laga maqlo halkaas la ysku urin jiray mid baalbaadku istaagay dadku dhowray waa iska ilaalinaya si tartiiba loogu xaluulinaya meesha halkaasuu nebiga joogaa baa lagu yihi maxaal islaamku weli wuu cusub yahay walaakin xadaari min an yaraaka axadu min quraysh laakiin waxaan kaaga digaynaa baa layidhi in ruux qurayshihi uu ku arko fa in ra'awka facaluu bik daash daash wafacaluu hadday ku arkaan soo maha tay kugu dhigan waa la arki doonaa waxay waxbay kugu samayn doonaa wa anta rajulun gariib laa casabiyata lak tahmiid aduna halka kan waxaad ku tahay nin gariiba oo keligii degan reerku ilaalinaya ma joogaan walaa cashiirata cindaka tansuru tol kuusoo gurmanayo kuu helin doonaana markaa mala mar keligaabaata intii gawda lagaa suuri micnaha lagu garaaci lahaa tartiibso bal maxamed u tag laakiin waa inaad afarta gees iska ilaalisa. Madaa suhaybin ilaa daari alarqami xadiran yatalafat wuxuu u dhaqaaqa xagga iyo daartii alarqam isagoo aad iyo aad u fiijigan oo marba meel milicsan iyo talafad yani marba xagga iyo xagga qof markuu baqayo ilaa xagga la taagan yahay wax walbaba marka waxay ula muuqanayaan wixii marka uu ka baqayo ilmihim. Falamaa balagaha wajada cinda albaabi camaar ibn yaasir markuu gaaray daartii alarqam ibn alarqam albaabkeeda albaabka waxaa taagan saxaabiga lagu magacaabo camaar bin yaasir taariikhdiisu waa noo iman doontaa wa kaana yacrifuhu min qabl horana way isu yaqiin nin horay uu arkay wey maaha dad isku cusub maaha. Fataradada laxdata uma dana min wuu labalabay marka yani yaasir ama camaar hor uu yaqaan marka wuxuu baatida digniin la siiyo liyara dadka iska ilaali marka wuu labalabay wuxuu isiyay ma ka tagtaa ninkan amuu noqdaa qoladii lagaaga digay mase markuu camaar labalabay buu haddana usoo dhawaaday qaal wuxuu yihi maa turiid ya camaar isaga su-aasha bilaa marka camaar oo maxaa meesha u keenay maxaad rabtaa
توسعتها. فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ هذه محاضرتها إلا ضمن كالشكسين. فقال سهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. محرر عنك كان محمد إن أن أتقعه كسو لقي السحلية. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا أن نصاصه كلب. فقال سهيب: إذن فقال سهيب إذن ندخل معا على بركة الله. سهيب مركو الرواية هل مرة أن وضع قالنا مركو دبضو دبضو الصعود النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. دخل سهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر اللي بدأ الصعود أي وحي أتقن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقول كذب النبي يقول لك راعيا. فأشرق نور الإيمان في صدريهما مركي مقلين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكؤلاء أي نور كي إيمان كمركي وحكسو إفاي حق إلى بهذا وتسابق في مد أيديهما إلى إليه النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركيبة النبي صلى الله عليه وسلم أي بعيد لقلير وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هل كان شهادتي بكقرا إن الله هيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأمضيا سحابة يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. ما لك يؤذن النبي أجوبي صلى الله عليه وسلم سحابة يومهما أي طول يومه ما لك يؤذن يوم النبي صلى الله عليه وسلم هدي سانة مركا كورابي لجوجتان النبي صلى الله عليه وسلم معناه أصلا من سؤال يد مركا وفر حسين. ولما أقبل الليل هبينك مركا لسوق جاري وهدأت الحركة دقاقين وإشتاغي أو سانتي رنتي أي دكتي خرجا من عنده تحت جناح الليل ويكسر تلقى النبي صلى الله عليه وسلم قاري قد عرته مجدئته وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها. إذا قف الباب لابت وكسيته نور كي إيمانك وحرنتي الدنيا لن أكو إفنكار. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال إنكي بلال قريش نيكي صهيبها لبكي هراء صامر وحا وقدر مركو يري مسلم بانهاي أي واحد في من الإبل رنتي على القياس كان مركنين كسهيبة تحمل وحا ورنتي وصبري أما وحنباري نصيبهم من أذى قريش وحي كسو قاري أذي يدي قريش أي أذي ديسي مع بلال بلال لما تأكتين وينؤمن التاريخ ديسة وعمار عمار بن ياس والتاريخ ديسة وينؤمن دونتا وسمية وينؤمن دونتا بإذن الله سبحانه وتعالى وخباب بن الأرض إيه وغيرهم من عشرات المؤمنين إيه انت سوقف مؤمنين وأجل عذاب ولي دكتين ويكجو حيسا بلال لبك أمري عمار بن ياسر لبك أمري سمية لبك أمرتي خباب بن الأرض لبك أمري إذن قلاص وكمدها مركا مالكا يغنى مارتي لبك لكم وقاسا من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده وكلك المين عقاب في قريش وكلك المين هدي وكدو الدقي لها بور بورتا سوي بربور الحيط. فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة وحصل لمبا وحكو قابلي نف يد حسلا وصبر بضم لأنه كان يعلم محال وحوء غانينك سهيب لليه أن طريق الجنة محفوف بالمكاره وضد جنة الله مراي إن وحكو حين دابسان أي تاي وحال لوحي نفسده أي ديدو يعني بمعنى ما مفروش بالورود ما ماشى أبح وضد معرتي كاربد عس ماشى ميال وقد حيا لبايا لبا ماشي جرا اسك قال ما هذا نظر مركا تاسا مركا وقوف الليل سادرت وما ابا يلي جرين لبك مركا سو دار. ولما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابي بالهجره الى المدينه مركو النبي يري هو يد مي صحابه دي سيني مكة مدينه وهجرودان الا وي دبتودين لبك وا كبتي اذن الذين يقاتلون فتقران كوليه قال هذا سبحان الله قال اني هجرودان. عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول أبي بكر. صهيب حقات القرآن إنه النبي يا أبو بكر له جرود أنو كهري. لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة. قريش با درنتي إن صهيب وقان صد إنه كلقى طمكو آذو حق أي المدينة. فصددت عن غايتي مركزه الإستالي. علي ما دقاق كرتين. ما دقاق كرتين ملا. وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت حتى لا يفلت من أيديه مركز سواح على صاره لمن ورديا لإساقون إلى اليوم خصوصا مركز جعنته وقبح بحصلين هلا إلى اليوم مركز سهيب رياض دفاع يطل دفاعنا مركز ملها
meesha qariib buu ka waanin isfinjiya oo wadankaba ku cusub afarta geesna waxaa la dhigay nin markaa ilaaliya ma dhaqaa kartid bali ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم سوسا وقبح سن ويحمل معه أمرك ولتجن أن هراء قادا ما درته عليه التجارة من فضة وذهب ويحي التجارة وكهلي أو حولاء ويسود جل قال إن يذهب مركا نيو حيكم بقيا ما دام أنهن غريبة ودول كان مرتكوا مركو يمنا وشقيستي حولاء بدن وسميه ويحس لي إن كان مركو بحيو xoolihin horab u qaadan doona marka halka lagu celiyo waxay ka tahay marka xaasidnimo iyo jeebkiisa inuu waxba marka ku qaado dhalla suhayban ba'da hijrati rasuul sallallahu alayhi wasallam saahibihi yatahayyanu alfurasa lilihaq bihima falam yuflih ninkii suhayba marka shaqadiisu dhan waxay noqotay inuu maanta dhan u dhowrayo inuu maaratay fursad un inuu helo janis uu nabiga iyo abubakar uu kaga dabateyn karo laakiin si kasta u yaalay uu ku guuleysan waayo kuma liibaani إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له محايا لوردياش الله صاري وحايا ضد ساو في جيون انه يسود جيدان وهبني مال بقى انسيحا فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة وضع أمر مركو واي بو حالة ذي السمرك فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة إنو حالة ذي استو أي مركب بالله مركو أركي لمن كان أنا يسود تاقيه جانس آني السينين waardiyaha inuu intaa kasii daraada mooyaan aan la fududeynin oo meel u dhaqaaqaanu lahayn buu wuxuu ku fakaray inuu tactic yar oo niman kaga baxsan uu la yimaado fa fi dhaati laylatin baarida habeen habeenada ka mid aajad u qabo akthara suhayb min alkhuruuj ila alkhala wuxuu badiyay inuu saa ugu laalaabanayo xanaamkii meesha xaajada lagu guto kaanu yaqdi alxaaja wuxuuna iska dhigay in marka xaajiisa gudanayo maantana xanaamku aada ka soo baxa ku laabto ka soo baxa فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها فكان لا يخرج من قضاء لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها مركو صا وصبح وكل أبطال مركو صبح دنا وكل أبطال فقال بعض الرقباء لبعض وردياشي وأصلح الله وحي رادا طيب نفسا فإن اللات والعزى شغلاه بطنه منك كان مركز سحبا لبضي السنم اللات والعزى شغلك قبطوه علوش سيكون مشغوليا يعني. مركا لبضي السنم بعد شبا كوري ذي بيدان منك كان كسيحا كرتان عاو ثم آووا إلى مضاجعهم كذبنا هل كي أي سيحان لها وإسك السيحان ورديش هردي لدعم وأسلموا عيونهم إلى الكراء هردي لدعم وغدا عربي وسي ديماتيك بكلمة لو أدك سيدا أسلم فلان عينه إلى الكراء وهو سيحان لهم عليه الكراء كلمة صاصة لو أدك سيحان لهم فتسلل سهيب من بينهم سهيب مركو أركن يمكي إلي هردي لدعم بساء حلوش ويمم وجهه شطر المدينة مركز حق أي مدينة أبار مركز hadda waxa uu soo baxay fursad yahay inuu baxsado lam yamd ghayr qalil ala rahil suhayb hatta fatina lahu ruqaba'uhu in yar markuu sii socdo aan sii fogaan baa ninkii waardiyaha shuldada ka soo baraarugay markii waxay ogaadeen ninkii inuu ay wax ka day meesha uu ka tagay fa habbu min nawmihim mad'urin halkaas marka iyaga dhan orod isku xaabiyeen iyagu aad iyo aad u argagaxsan maxay walaal xisaabtami doonaan wamtatu خيولهم السوابق مركاسة وحي قاتين فرد ديريني ويكاك دابا تقان وأطلقوا عنتها خلفه حتى أدركوه مركاسة حوارها أسي كرديين ويسيد داين إلا أي كهل إلين ولا قد دابا تقان مركاسة فلما أحس بهم من كسوهي مركو دريمي لمن كإن كسو راد جيران أو لقبتي وقف على مكان عال مال سرعي يستاغي ومودي من البورتا وأخرج سهامه من كنانته مركاسة الله صبحي waxa la wixii falaar u wati dugabayhiis kala soo baxay wa tara qawsa qawski oo ninka ku shishi lahaan aad buu u dhujistay wa qala isagoo meeshii sara taagan oo is diyaariyay ayu xiyaa macshara quraysh laqad calimtum wallahi inni min arma an-nas wa ahkamhum isaba wa garanaysan cidaanahay nin shish badan oo la heli og baanahay waxa uu tuura waran iyo falaar baad garanaysa halka aan dhigo marka ay ku soo degdeginay من كربين ودنتسة خليت قدم هاي إيماد لكن قف كي يسون حي وحنا اسكف ولا يان ويسون دوان هو الله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم وحن داركم مريا إن إذا إقبان دون إلا فلار والبوء أن ستو هل لنا إذن كذلك من الوك كل الدم ويا مركان إنك ولا تخلصه هل لا يقبط مركان
ثم أضربكم بسيف ما بقي في يدي شيء منه. هدي مركان روك إن وديك هدمنا أنت إن كسهرتنا سيفتان كجا شقين دونا بي سيفتان إنه جرعي دونا ما بقي في يدي شيء منه أنت إيه سهرت هذا الكل بمرك يدي وهني وحنا أنا وهر سنين ورنتي وحالا ساري بندوغا سالا ساري ما دقاق كرو وحمقب سنكرو ريدي ولا قاضي أظن يوم يشل وصار في متك درب ولحدة كذا دعي مركه كان ومركه انه استعماله مركه اودي وقدم بي سي وحي وقدم بي. فقال قائل منهم من اي كم اذا الله وحي والله لا ندعك تفوز منا بنفسك ومالك انه نكاتك منه ان النصد هذه حالها لبحثت لبعض تكون مدرسانيست هذا الكيسي وحي لقد اتيت مكه سعلوكا اضاف فقيره او شيد او فرم رمبا نوتي سعلوكا فقيره مدى حبهي سن بعد هيك فاغتنيت حوالات ماشي كسر ميس وبلغت ما بلغت وحنا نقطي وحنا قارت هيرات قارت مركا نين تاجر النقطي وحوالا له مياد ربطا ان حوالها ماشي كلتك حوالها ماشي انا هل كان بعد كسر ميس ايدي. فقال سهيب مركو حيري أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي أتخلون سبيلي كورا هدان حوالها إنك قلت مسكي كي ديني سان حوالها قاتها داب دونتان بح. قالوا نعم ها حوالها نردق أدينا بح وإنتو الربي. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة مكة سوحوت المامي هل كحوله أي كسويه من قرقي سوكي ماشي ماشي قلع حوالها الكاسيالا فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحة طبعا واتي مركة والله قبطي هرا لوك هي حوله ودل الساجي حوله ورسدا كده من اسكسو الدين. أخذ سهيبا يغض السير سهيب مركوح بالله إنه سفر صعد ددجني غد يغض ددجني نحو المدينة يسوق حلقة إيه مدينة أبارة فارا بدينه إلى الله يسوق الدين كسل بحصاني والعري غير آسف على المال الذي على المال الذي أنفق في حنيتي أو حنيه زهرة العمر في جنه زهرة العمر يسوق أنا نو أبا يلي أنا نو مرجن المال الذي أنفقه المال الذي أنفق حاله أبحيه في جنه أورنتي أكبحيه زهرة العمر عمري سكيسة ونكسة يعني لن يرنيني سوى دنبا وحوق قلي حوالها مركة حوالها مركة إنه صار لي جنيه وبمعنى بيرستيس أما قرشديس مروي جني وجنى الجنتين وتان قرآن قارتين زهرة العمر عمري أنت أسوء ونكسة يعني أنت لن يراها حوالي وتعبي إيش اللي ماك يوري يذهب إيه في الضوء سجر سيسته هلا بين ما كوجد عسيم وكجتي إذا مركة مهمة إنه إلهي سبحانه وتعالى أراد قليل النبي كان الدبر أراعه وكان كلما أدركه الوناء وأصابه التعب وحوءها مركة مركز تأدريمه نوت إيدان استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي وحا إنرجسيني أو مركي بكعيني شوق يجعل كأوقب النبي صلى الله عليه وسلم فيعود إليه نشاطه مركزه في الفرعون يهدي بوصول الله ويواصل سيره كدي من السعود كيسو سيسو عسيه أما هل كاكسي وطا كما قلت مركو سفر وكجره وحالا وحي ودابد وكايسان لها لقل وريقي حواليه لقل وريقي نوليق وضاد وكمار لها زاد بان وهيسان مركو عمبار وصعود ما كي مدينة أفر بقول يكونتن كيلومتر وي أفر بقول يكونتن كيلومتر وقاري وحبا أنا يجرين ودريمي كرتا مركو دالب النبي قول حسوستا هل كاسو إنرجي مركا حسوس شد النبي قا إنرجي ونقطة مركا سو هدانا هل كاسي كرارة هدانا وسي سعودة هدانا وود دالة هدانا النبي قول حسوستا هدانا وسي سعودة مركز سمك عن النبي وكل صعد عنا هل كان نشاد به لي فلما بلغ قباء وحو الصعداء مركو قاري قباء وماشي أن تبنى النبي وكل دكتي لما يلبي أجرتا المدينة المنورة وارت مركز سال أصعد دقاق ومسجد قباء وقاري أوتوبيسك وكاس وقاضو حرم كي يهتي هوتيل ودك مركز دقين حج عمره إيه بمركز سعاتي قباء وضد الله مرو الجامعة الإسلامية جامعة المدينة إيري رسول. فلما بلغ قباء مركو هلك الجار رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا وحارك النبي أي أبو عارك سهيل وصوص صعود فهش له وبش وكلمة من فمر مركو سيف وفرنان له أبو النبي صلى الله عليه وسلم أسوء لوي وقال مركو ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع باعي آدك شيء وأوها وأو ربحي يعني فائدة ده شوي مركا بيع عن حوي إلا سهيب سفرته أو حر دينك إله يقول نقضه وأتوح عليه سيمال كيس مش لما كسر تجي صام
وابيع إلهي سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مركب بيع وحال لو عبر لو عبر محايا لي حوالي بيروح يري إلهي درتي من وجدتني أنوني بدبادي محايا لي هجري سا مركب قال قل له هدي أنو سيا صمري وكررها ثلاثة مركب النبي سبح كرب ربح البيع يا أبا يحيى وكن يديس ربح البيع ربح البيع. ففعلت الفرحة وجه صهيب وقال فرحب مركب وجه سكم وقت صهيب قال والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله وما أخبرك به إلا جبريل عد مركة يقصوا هر مرته كورا أنت ما ينجرين صوم جبريل ما باكو شيء بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهيب بدر كوس الجري بيبكي الوهي ما راحش وصوم مر أنت وحي باكوس ولا شيء صلى الله عليه وسلم حقا لقد رابح البيع شككوا مجره من بيع عاصو ورابحها وبروفيتي بالله وصدق ذلك وحي السماء قرآن كان آياتها كوس الدقي وإلهي سبحانه وتعالى وكل رمين أرن كاس موقف كأوقاته وشهد عليه جبريل جبريل عليه السلام وخاتبه كأها حيث نزل في صهيب قول الله عز وجل صهيب حكوس الدقمرك آيات ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ذات كوحة كمدة ذات نفس الدوذان بعينيه وجيت كنوح ويه إن إلهي سبحانه وتعالى هذا الجليان والله رؤوف بالعباد آيات مركة وفصيلين تحيط المامان إن كسو دكتي منك سهيب للي هذا الصحابي الجليل في موقف في هذا وقاتي وها إنه حوالها أنتو هلك كجت وصدق هل هي وقف إنه لا أنت صو الصن حوالي أن تعبي وحي أن مال إسكو جيني أكوندي أن بوحني جريه أن بسداري أن بسم يعني سكب بقاطع يا مايا هجرة هاي ديس لكن إنك كان وح كجت مهم سنة سكب قحة أو فرمرن أو مال وكدري حتى أنا أقون ماشي أوه رئيس أدرس أوه رئيس المسجد وياي هلك اللي سيحين دوني أنا أقول بو يسوى هنتله أنتو هلك هكذا تجيري وحنهر مري الله ورسوله ولذلك إله مركل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجد الله الصادقين بصدق ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه إن الله كان غفورا رحيما أيضاها سيدة قارك عبدك الله أمانه وحيكوسه الدقن أمثال صهيب رجل مكة فطوبى لصهيب ابن سنان الرومي وحسن مآب هذا والله الجنة يهل مال لو آيو ماشي أقوانا أكسن بأوها إليه سبحانه وتعالى هكرر بالنقضاء عنه وعنا وإلى هنا بالله توفيق.